نظن انها الانجازات والكؤوس هي اللي خلات الجمهور يمشي لهذه اللعبه هذه، بالاضافه حتى للمسيرين وكاع. يعني هناك تهنئه ملكيه ما من مره، يعني اربعه المرات ولا خمسه المرات اللي توصل بها المنتخب. فانا تنظن هي لعبه شعبيه تيبغيوها المغاربه، فيها فرجه، واللاعب المغربي هو في الاصل مهاري ولقى هذه اللعبه هذه على الاقل بعدا نكونوا حنا من الرواد عالميا. وانا كنشكر الاذاعه الوطنيه على هذا التكريم، لان هذه السنه كانت عندنا يعني مميزه جدا. ربحنا كاس العرب فيها، ثم فزنا بجميع المباريات الوديه اللي كانت، يعني كان واحد لو ريكور فتنا كاع حتى المنتخب البرازيلي. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ان هاد الناس كيعترفوا بهذا النوع الرياضي. فعندنا في شهر 4 كاس افريقيا، حنا حاملين اللقب، يعني خصنا نحافظوا عليه ان شاء الله. ثم عندنا كاس العالم، الجمهور دابا ولا تيطلب منا اننا نكونوا في ما بين الفرق القويه عالميا. فالتحديات باقا كبيره وباقي حنا خدامين، وان شاء الله عارفين على المسؤوليه اللي على عاتقنا. فانا جيت سعيد كما قلت لك، لان كما شرتي لي ان هذه الرياضه هذه كانت يعني مغموره، واليوم ولات تلقى مساحه وكتلقى مكان ديالها وسط هاد الابطال العالميين. هذا من فضل الله، ثم المجهودات ديال جميع المسؤولين، خصوصا رئيس الجامعه ولا الجمهور والصحافه اللي عطاونا شويه العنايه، والحمد اليوم راه حنا كنحصدوا الالقاب. بغيت نشكر القناه الوطنيه لانهم بهذا التكريم يعني كيحفزوا الرياضيين وكيحفزونا حنايا كاملين باش نزيدوا نفرحوا المغاربه. والشكر يعني للناس كاملين، المغاربه كاملين، وسيدنا والجامعه ورئيس الجامعه وكاع الناس يعني اللي ساندونا باش نديروا هذا التتويج. طبعا سعيد بالتواجد في هذا المجمع الجميل مع الناس الرياضيين، سواء الاذاعيين والصحفيين او الناس المكرمين. وطبعا دائما يعني لما تيكون واحد عمل تتكون التفاته من جسم رياضي بحال هذا، فتكون شيء مفرح. نتمنى ان شاء الله انه نبقاو عند حسن الظن في قادم المناسبات ان شاء الله. والتحديات يعني في تصاعد، المغرب في ديناميكيه رياضيه كبيره، في انجازات كبيره على كل المستويات وكل الفئات. فاحنا دائما مطالبين بتقديم الافضل. كانت عندنا يعني واحد تفوق نسبي، نتمنى انه ان شاء الله في المناسبات القادمه، سواء في البطولات القاريه ولا البطولات العالميه مع الفئات العمريه ديال المنتخبات، اننا نوصلوا مراتب في كل مره اعلى ان شاء الله. سعيدة وعائلتي بحضور هذا الحفل وهذا التقرير الجميل الذي كان أيضا يشرف عليه الراحل محمد العزاوي، الذي يتم تكريمه أيضا هذه الليلة. محمد جعل هذا التقليد في برنامجه، أنا أعتبره من إنجازاته الهامة، جعله قبلة للصحافة بمختلف منابرها لكي تشارك في انتقاء وفي تصنيف المتوجين. تفوق وتوفق أيضا في الكلمة في توحيد التصنيف الرياضي للمتوجين. نحن كعائلة المرحوم نعيش هذه اللحظات، نستذكر مناقبه، أخلاقه، إنجازاته، رفقة زملائه الذين جايلهم وعايشهم. محمد العزاوي هو مدرسة وخلق مدرسة أيضا في الإعلام الرياضي، أعطى سلطة للخبر الرياضي، أعطى قوة للخبر الرياضي، ترك لنا سمعة طيبة والحمد لله، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. وفعلا التفكير كاين، وبدينا كنشتغلوا على هذا من أجل إصدار كتاب مؤلف حول حياتي، وخصوصا أنه ترك لنا مجموعة من الوثائق، مجموعة من التقارير، مجموعة من ذكرياتي في تغطيته للعديد من المباريات في العالم. فان شاء الله التفكير كاين، وشرعنا في التأييد. وصحيح انا شرعناه قبل وفاته، باش نكون صريحه اكثر، قبل وفاته كنا وان شاء الله ولي التوفيق.